أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، ونستمر بسلسلة دروسنا في قناة تعلم العود لعاشق عود زياد هادي الأستاذ في المعهد الآلي للموسيقى. يا ميت مرحبا بكم، وأهلا وسهلا بإخواننا العرب وفي العالم. واليوم راح نبدأ في أولى دروسنا الموسيقية اللي هي في الفصل الأول لدراسة الموسيقى. طبعا في الحقيقة يجب أن عندما تبدأ في تعلم آلة العود يجب عليك أن تعرف طبعا البدايات في تعلم العود، وفي البدايات في تعلم الموسيقى اللي هي ضرورية جدا. مثل ما نلاحظ الصورة الأولى اللي هي تشمل الخطوط الموسيقية، أولا الخطوط الموسيقية واللي هي عبارة عن 5 خطوط مثل ما نلاحظ بالرسم، 5 خطوط أمامكم. هذه 5 خطوط، لكل خط إلى اسم يعتمد على نوع المفتاح المرسوم عليه، يعني المفتاح اللي موجود في بداية الخطوط الموسيقية، إذا كان صول وإذا كان دو، وإذا كان هو اللي يحدد النغمات الموجودة على المدرج الموسيقي. هذا المفتاح هسه حاليا موجود هو مفتاح صول، واللي تستخدمه أكثرية الآلات الشرقية. مثل ما نلاحظ هذه هي 5 خطوط، والمفتاح يكون على الخط الثاني، وكل خط إلى اسم، وفي الفراغ إلى اسم، وبين الفراغات له اسم أيضا. نعرفه مرة أخرى، هو عبارة عن 5 خطوط مثل ما نشوفه، وأيضا لكل خط له اسم يعتمد على نوع المفتاح المرسوم عليه. والآن راح نجي إلى الأسماء، أسماء الخطوط الخمسة اعتمادا على مفتاح صول واللي راح ندرسه لاحقا. نلاحظ أمامنا أنه دو تحت الفراغ، ويكون دائرة وفي وسط خط، هذا دو، ومن ثم يأتي ري اللي قبل المي، ومن ثم مي بين الفراغ، ومن ثم صول الخط الثاني، ومن ثم يجي لا، ومن ثم سي، ومن ثم الفراغ دو، ومن ثم ري، ومن ثم الفراغ مي، ومن ثم فا. نلاحظ احنا تناولنا فقط الآن في هذا الرسم فقط اللي الأسماء على الخطوط الموسيقية. نجي على ثاني فقرة اللي هي فراغات الموسيقية، اللي هي عبارة عن 4 فراغات، لكل فراغ إلى اسم أيضا يعتمد على نوع المفتاح، والأسماء هي كالتالي، اللي هي فا، واللي هي لا، واللي هي دو، واللي هي مي. لذلك عندما يعني نجيب هذه الأسماء ونضعها على الرسم الأول، راح نلاحظ أنه تكمل عندنا السلم الموسيقي. إذن أصبح عندنا أنه الخطوط الموسيقية أسماءها، وأصبح عندنا أسماء الفراغات الموسيقية. المفتاح الموسيقي أيضا له أهمية كبيرة، وهو شكل أو رمز موسيقي يحدد الأسماء والخطوط والفراغات، وأيضا المساحة الصوتية، وهو على 3 أنواع. أول واحد مفتاح صول اللي يكتب على الخط الثاني، اللي قلناه أنه أكثرية الآلات الشرقية وجزء من الآلات الغربية اللي هي تستخدم هذا المفتاح. مفتاح فا رقم 2، مفتاح فا يكتب على الخط الثالث والرابع. طبعا مثل ما نلاحظ الرسم الموجود، اول واحد مفتاح صول، ثم مفتاح فا يوضع على الخط الثالث او الرابع، هذا شكله، والمفتاح دو اللي يوضع على 4 خطوط، يوضع على الخط الأول، ويوضع على الخط الثاني، يوضع على الخط الثالث، يوضع على الخط الرابع. حاليا احنا في الموسيقى الشرقية نستخدم المفتاح أو مفتاح الأول، وهو مفتاح صول،
طبعا هذا كل مفتاح عندما يوضع على خط تتغير نغماته، لكن مفتاح صول هو ثابت على الخط الثاني، إذن أصبحت أدنى. هذا الشيء واضح، هذا هو الدرس الأول اللي راح يقودنا على أساسه أنه نتعلم العزف على آلة العود، وهي هاي بدايات يجب أن نتعلمها، أنه أولا الخطوط الموسيقية والفراغات الموسيقية، والخطوط الموسيقية اللي هي هذه أسماءها، والفراغات هذه أسماءها، ومن ثم المفاتيح اللي شرحناها. إن شاء الله على الفيديو القادم راح أيضا نشرح لكم الموضوع الثاني، وهو أيضا مهم، واللي هو الفرق بين المدرج والسلم، وما هو المدرج الموسيقي، وما هي الخطوط الوهمية، وما هو السلم الموسيقي، ومن ثم إن شاء الله ننتقل للأشكال الموسيقية اللي هي النوار والروند والبلانش. شكرا لكم، وأتمنى من عندكم أن تضغطون زر الإعجاب وزر الاشتراك حتى يجيكم ما هو جديد. زياد هادي.